السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم كنت على سيكل قبل شوي وتعبني وأنا طالع في جبالنا ذي. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن البلاستيك. ناس كثير طلبوني أتكلم عن مشاكل البلاستيك. المهم البترول المستخرج يصنع منه بلاستيك، والبلاستيك هذا مصنع من الغاز مع الفحم، ويضيفون لمجموعة من المواد مما يسمى البولي، كون حاجة اسمه البولي. منتجات البلاستيك البوليثيلين، البوليبروبيلين، البوليثيلين الخفيف، البوليبروبيلين الثقيل، البي في سي، منتجات كثيرة جدا من البلاستيك، لكل شيء منها استخدام. طيب تأتي مشكلة البلاستيك من المواد اللي يستخدم في تصنيعها إذا استخدمت في أشياء حارة، يعني البلاستيك إذا أضيف له أي مادة حارة تتفاعل البلاستيك مع المادة الحارة وينزل في الغذاء أو في الأكل، يعني علبة الفول البلاستيكية، علبة اللحم، الكيس البلاستيكي، كوب البلاستيك لما تحط فيه شيء حار كارثة بكل ما تعني الكلمة، أي بلاستيك لا تأخذ فيه شيء حار. ولا ابغى اتكلم عن انواع البلاستيك المستخدم في علبه المتصحة، البلاستيك المستخدم في الاكواب، البلاستيك المستخدم في الزبادي، البلاستيك المستخدم في الاكياس الشفافه، كل نوع له استخدام محدد. ومن اهم المواد الخطيره في البلاستيك اللي يسمونه الديوكسين او الثيالات او مجموعه من المواد المجهوله اللي تضعها الشركات لحفظ صناعتها، يعني تحط مواد ما نعرفها. الديوكسين هذا في اذا شربت كوب بلاستيكي في وذاب بعض البلاستيك في كوب الشاهي وشربته يسبب العقم، يسبب مشاكل الرجال، يسبب مشاكل للنساء، يسبب اشياء مشوهة للبيئة إذا رميتها برا، بعضها ما تتحلل تظل مئة السنين ما تتحلل، إذا أكلها الحيوان تتلكأ في بطونها وتسبب لها وفاة، إذا حرقتها تتكون تطلع منها الفورمالديهايد، تطلع منها أكسيد الكربون، تطلع منها هيدروكربونات، تطلع منها أكسيد النيتروجين، كلها أشياء ضارة جدا للبيئة ولطبقة الأوزون في الهواء. يعني أنا حرقتها مشكلة كارثة في الصحون المنزلية اللي يستخدم بشكل دائم اللي نحط فيها الرز ونحط فيها الأكل الإدامات كذا، لا يحبذ أن تكون بلاستيكية، يجب أن تكون زجاجية، لأن الزجاج من أكثر المواد حفظا. احدى التجارب كانت على فيران وعلى نوع من البلاستيك اسمه اظن بيتا سيفانول اي البي بي اي هذا، وحقنوا به فيران، وجد البلاستيك هذا دخل جسم الانسان يتحول الى ماده ثانيه تخدع زي الاستروجين، يعني صار في جسم الانسان استروجين. الاستروجين هذا يخلي الشحم يترسب، يخلي البنات ينضجون بشكل اسرع، يؤثر على البروستاتا حقت الرجال، يعني اخذ شكل اخر زي هرمون من هرمونات الجسم، وبدا الجسم يتعامل على الاستروجين وصار به مشاكل كثيره جدا في الجسم، وفي النهايه بلاستيك خدع جسم الانسان. تأثيرات البلاستيك الذائب هذا على الكبد، تأثيراتها على الكلى، تأثيراتها انه يقولون سبب من اسباب الزهايمر، تسبب الزهايمر بشكل سريع. اذا البلاستيك الحار مع الاكل ابتعدوا عنه. اذا الحلول لنا بسيطة جدا، استخدم اي صحن زجاجي، استخدم في النقل مثلا تروح تاخذ فول خذ صحن زجاجية، لا تستخدم صحن بلاستيكية، لا تشيل اللحم في اشياء بلاستيكية، لا تشيل بلاستيك، ابتعد عن البلاستيك الاشياء الحارة ابدا، خلها الاشياء الباردة، واستخدم مكانها الزجاجيات والاشياء الزجاجية والصحن الزجاجية او الخزفية، الخزف احسن من الأشياء هذه. شكر الله، وأنا تخصصي كيمياء فأعشق ما يحدث في جسم الإنسان من الأشياء الكيماوية وأثرها. وترى أن أهل البترول لازم نصنع بترول بطرق أخرى وبطرق جديدة وبطرق صحية على أساس ما تروح تجارتنا، يعني نبقى تجار العالم بطرق صحية، بس نطلع برميل بترول $50 ويطلع لهم هناك يصلحونه ب5000 ويرجع لنا ب5000، ما وضحنا نطور أساليب استخدام النفط في أشياء مفيدة خاصة بالتجارة. شكر الله لكم، ولا أبغى أخيفكم، وبخففوا من البلاستيك مع الحار، ورمضان سعيد، وكل عام أنتم بخير. أخوكم أحمد بدوي، هذا اليوم للشعف.